بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى العراق وإلى أوضاع العراق السائدة هذا اليوم، يجب أن نقول بعد التشكر منكم الإخوان العراقيين الذين اجتمعتم في هذا اليوم العليم، يوم وفاة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بإظهار التسلية بالنسبة إلى حفيدة من أولاده الطاهرة المعصومة في قم المشرفة. إنا نظهر منكم الشكر على أتعابكم في تجمعكم هنا من مختلف نقاط إيران. ويجب أن نذكر الإخوان بوجوب إنقاذ العراق بكل صورة من أيدي هؤلاء الزمرة البعثيين الذين عاثوا في البلاد الفساد. الحقيقة إن إذا تصفحنا أحوال العراق، وكثير منكم أو أغلبكم أو كلكم رأيتم العراق وولدتم في العراق وربيتم في البلاد المقدسة في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والفاطمية وسامراء أو في سائر بلاد العراق، وأخرجتم منها ظلما وجورا، فالله سبحانه وتعالى سيجزيكم بجزاء حسن. إن إذا تصفحنا أحوال العراق اليوم، رأينا أن الحكم القائم في العراق بالنسبة إلى شبابنا في العراق ماذا يصنع؟ بالنسبة إلى الشباب، لعلمكم وأغلبكم تعلمون أن أكثر من 50,000 من شبابنا في سجونهم. 50,000 شباب كان من المقرر أن يكونوا حماة البلاد، وكان من المقرر أن يقدموا البلاد إلى الأمام، وكان من المقرر أن يكونوا زهرة البلاد وأسباب رفعة البلاد. هؤلاء يعيشون في سجون البعث، وما قرأ أحد أن الحجاج كان يقلع عيون الشباب وهم أحياء. وفي سجون البعث هذا الشيء موجود، يقلعون عيون الشباب وهم أحياء. وأكثر من 1,000 فتاة في سجون العراق، الفتيات تنتهك أعراضهن، وهل هناك إنسان غيور يستعد أن يسمع هذه الكلمة مجرد سماع؟ الإمام أمير المؤمنين في خطبة له في نهج البلاغة ذكر هجوم جيش الأعداء على الأنبار. في زمان الإمام حدث هذا الشيء. الإمام قال إنه سمع أن هؤلاء الأعداء يدخلون على المرأة المعاهدة، المعاهدة يعني مو مسلمة، فيسلبونها زينتها. لاحظوا، معاوية الطاغي بعث جيشه على الأنبار يسلبون النساء الزينة. الإمام قال، وقوله مثبوت في نهج البلاغة،
قال لو أن امرأ مسلما مات بعد هذا أسفا ما كان عندي ملوما. المعاوية الطاغي جيشه يسلبون النساء الزينة. الإمام يقول إن من الحق أن يموت الرجل المسلم لسماع هذه القصة، فأين الإمام أمير المؤمنين ويرى في سجون البعث ينتهكون أعراض الفتيات؟ ماذا كان يقول الإمام إذا كان حاضراً الآن ويعلم بهذا الشيء؟ وكلكم سمعتوا هذا الشيء، يعني ليس خاصاً بي، أكثر من 1000 فتاة، لأننا نعلم 1000 وما فوق، ولعلهن 2000 أو 3000 أو أكثر، كما نعلم 50,000 شباب ولعلهم أكثر. هؤلاء يستعملون معهم ومعهن أبشع أنواع التعذيب والإجرام وانتهاك الأعراض. قسم من الشباب وجهوهم إلى الفساد في كل مكان محمر وفي كل مكان مقمر وفي كل مكان مبغى، وكلكم تعلمون هذا الشيء. عدد المباغي التي فتحها البعث في العراق حسب اطلاعي عن داخل العراق أكثر من 5000 بيت، 5000 بيت للبغاء. ومن هن الفتيات؟ فتيات العراق المسلمات. ومن هم الذين يرتادون هذه المحلات؟ شباب العراق الذين جروهم إلى الفساد. هل هذا حكم؟ قسم كبير من الشباب خرطوهم وحشروهم في فرق الاغتيالات. قبل 10 سنوات عندي إحصاء أن صدام كان عنده من فرق الاغتيالات 1000 شباب، أما الآن كم لا أعلم، هذا ما علمته قبل 10 سنوات. نظم فرق الاغتيالات، عوض فرق العلم، فرق الثقافة، فرق التغذية، فرق الفداء، فرق الحركة في ساحات الشرف، فرق الاغتيالات. كل يوم اغتيال في مكان، وكل يوم اغتيال لإنسان. هؤلاء شبابنا هكذا عملوا معهم. هذا بالنسبة إلى الشباب. نأتي إلى الموضوع الثاني، موضوع الزراعة، موضوع الصناعة، موضوع المال، موضوع العمارة. العراق كلكم رأيتموها كانت تسمى في زمان الإسلام بأرض السواد. العرب كما تعلمون يسمون الخضرة بالسواد لأن شدة الخضرة تضرب إلى السواد، فكانت العراق تسمى بأرض السواد لأن كلها كانت مزروعة كما يحدثنا التاريخ. الآن إذا ذهبتم في العراق وسرتم طولا وعرضا لا ترون إلا زراعة قليلة لا تكفي لحاجات البلد. ولماذا؟ حتى نحتاج إلى الغرب والشرق، والإنسان المحتاج ذليل، فماكو في العراق زراعة. أما الصناعة فتحت الصفر. ولماذا؟ هل البلاد الصناعية في العالم هم ملائكة نزلوا من السماء أم نفس الشباب صاروا صناعيين؟ الصناعة ممنوعة في العراق إطلاقا حتى نستورد حتى البندقية والمسدس من الخارج، لا يكون عندنا شيء. وهكذا بالنسبة إلى المال، هل تعلمون أيها الإخوة أن المال في العراق كالسيل؟ قبل 10 سنوات وارد العراق 6 مليارات من الدنانير، أين تذهب هذه الأموال؟ والعراق فقيرة إلى اليوم، يجلس كثير منهم ويسكن كثير منهم
في بيوت من الصفيح والعشيش والخيام والأكواخ. لماذا هذا المال يذهب ويتسرب بسبب البعث إلى الغرب، إلى صناديق أمريكا وصناديق سويسرا وصناديق بريطانيا وصناديق غيرهم من البلاد الاستعمارية؟ لماذا؟ هل صناعة؟ هل زراعة؟ هل تجارة حرة؟ وهل إيمان أفلق رئيس العراق وصدام حسين يقبل يده؟ وقبل صدام كان أحمد حسن البكر يقبل يده، وكثير منكم رأيتم هذا الشيء في التلفزيون. أفلق مسلم؟ وهل أفلق عربي؟ وهل أفلق عراقي؟ الحقيقة الآن أسوأ من عهد الاستعمار المباشر. في وقت استعمار بريطانيا مباشرة على أقل تقدير كان الملك فيصل رئيس العراق، أما الآن أفلق رئيس العراق، الرئيس الأوحد للعراق والآمر للعراق. فهل هؤلاء مسلمون؟ والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الحكيم: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. اسمعوا تتمة الآية، يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني لا تحسب صدام مسلما، هو مربوط بالديجن وكارتر وعفلق، مو مسلم، نص القرآن هذا الشيء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني منهم. هذا وضع العراق. إيمانك في العراق، زراعتك، صناعتك، تجارتك، ما الحوزات العلمية. نأتي إلى موضوع آخر. الدنيا كما تعلمون من موسكو وإلى بكين وإلى لندن وإلى واشنطن وإلى أي مكان آخر في العالم يجعلون المعاهد للعلم والعلماء والطلبة والمثقفين والدارسين، كل مكان في العالم هذا باستثناء العراق. العراق هذا الشيء ما كفي. أنتم تذكرون أيها الكربلائيون وأيها النجفيون وأيها الكاظميون، نجف كانت مركزا للعلم والعلماء، أين ذهبوا أولئك؟ إني أذكر في زمان السيد الحكيم رحمة الله عليه كان رجال العلم في النجف 5000. أين ذهب هؤلاء؟ والذي يذهب إلى النجف الأشرف الآن يقول: ما أشوف رجل دين إلا قلائل. يعني يطاردون العلم والعلماء، وهذا ما لم يفعله حتى فرعون وحجاج. وفي كربلاء تذكرون أنه ما يقارب 1000 رجل دين كان في كربلاء، وكلكم تذكرون هذا الشيء. وكانت المدارس والصحنين القدسين ممتلئات برجال الدين، أين ذهبوا هؤلاء؟ طاردوهم، قتلوهم، سجنوهم. الآن في سجون البعث أكثر من 120 عالم الآن تحت أشد أنحاء التعذيب موجود. هل يفعل بالعلماء هذا العمل؟ وأي بلد من بلاد العالم فعل بالعلماء هذا الفعل؟ هل لندن فعل؟ وحتى إسرائيل يفعل هذا الشيء؟ ماكو هذا الشيء أبداً. مطاردة العلم والعلماء ثم مطاردة الزائرين. أيها الإخوة، أنتم تعلمون أن الأئمة الطاهرين هم معتقد لكل أهل العالم، حتى إذا مو مسلم. حتى المسيحيين يكتبون حول علي والحسين، وحتى اليهود كتبوا حول علي والحسين، وحتى الشيوعيين كتبوا حول علي والحسين. أما الزيارة الآن ممنوعة إلا لبعض الناس القلائل. من إيران يذهب الناس إلى العراق وهم 35 مليون، من أفغان يذهبون، من هند يذهبون، من باكستان يذهبون. نعم، من بعض بلاد الخليج أفراد قلائل يذهبون، يعني غلق أبواب العتبات المقدسة. محاربة علي بهذه الصورة بعد 1400 سنة من الإسلام، ومحاربة الحسين
بما فعله المتوكل وما فعله هارون وليس برشيد. محاربة العتبات المقدسة هذا شيء. نأتي إلى العراق موضوع آخر، ويشتري أسلحة 5 مليارات. لمن السلاح؟ هل العراق حارب حرب شرف واحد في زمان البعث؟ السلاح نعم أقول لكم، لمحاربة الكويت في قصة الصامتة، لمحاربة البحرين، لمحاربة السعودية، البلاد الإسلامية، الشعوب الإسلامية، لمحاربة إيران. أما محاربة إسرائيل ما في، لأن عفلق درس مع بيجن في صف واحد، اقرأوا تاريخهم، ما في محاربة إسرائيل أبدا، وإنما السلاح لمحاربة المسلمين وقتل المسلمين لا أكثر ولا أقل من هذا. ولا فرق بين مسلم عربي كالكويت أو مسلم فارسي كإيران أو مسلم أفغاني بعث السلاح إلى الروس حتى يحارب المسلمين في أفغان، أو مسلم باكستاني كما تعلمون بعث السلاح إلى باكستان بسبب سفارة محاربة المسلمين، هذا هو أينما وجد لا فرق. السلاح للمحاربة. وكلكم سمعتوا في هذه الآونة الأخيرة أن صدام قال لأمريكا إننا مستعدون لقواعد عسكرية لكم في العراق. هؤلاء يحاربون أمريكا حقيقة أسوأ من المنافقين، لأن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء يظهرون الكفر ويبطنون الكفر. قواعد أمريكي في العراق، شنو معنى القواعد الأمريكية؟ معنى القواعد الأمريكية يعني قتل ألوف شبابنا. أما في إيران، إيران لما كانت القواعد الأمريكية كان أكثر من 100,000 من شبابنا في السجون، والشاه الخليع قتل من شبابنا أكثر من 300,000 شاب. لماذا قتلهم؟ وما الذي مكنهم؟ مكن الشاه القواعد الأمريكية. الآن يريدون هذا الشيء في العراق، القواعد الأمريكية في العراق لقتل شبابنا، لتحطيم ديننا، للنهب ثرواتنا وخيراتنا، هذا معنى القواعد الأمريكية. هذا السلاح. نأتي إلى شيء آخر في هذا الموضوع، ماذا فعل العراق بالأكراد؟ ما أدري هل ذهبتم أنتم إلى شمال العراق قبل الحرب؟ شمال العراق جنة، لكن هؤلاء بدلوا الجنة جحيما، أحرقوا أكثر من 1,000 قرية من قرى الشمال، أكثر من 1,000 قرية من قرى الشمال أحرقوها. ولماذا؟ الأكراد يطالبون بحقوقنا، يقولون نحن بشر، نحن عراقيون، نحن مسلمون، لكن هؤلاء ضربوهم بالقنابل والدبابات والصواريخ، ونسفوهم وبددوهم وفرقوهم في البلاد. لماذا هذا الشيء؟ فعلهم بالأكراد وهم إخوة عراقيون مسلمون يطالبون بأبسط الحقوق. فلسطين، ماذا فعلوا لفلسطين؟ هل فعلوا شيئا لفلسطين؟ جاءوا للحكم باسم الفلسطينيين، هل فعلوا شيئا لفلسطين؟ نعم فعلوا شيئين. 12 طائرة أرسلوها إلى مصر في حرب رمضان، 12 طائرة فقط صوريا وقرأتم في الصحف، وأعطوا إلى جنوب لبنان أكياس من التمر. هذا كل ما فعله حكومة البعث بالنسبة إلى مساعدة الفلسطينيين، كل ما فعل. ثم اغتالوا أشخاصهم، أفرادهم كسعيد الحمامي وعلي ياسين ومن أشبه، وأرادوا أن يقتلوا ياسر عرفات أيضا لكن ما وفقوا لذلك. يعني ترسيخ أقدام اليهود في العراق. هل فعلوا شيء بالنسبة إلى فلسطين؟ أبدا، غير الكذب وغير الدجل وغير القتل والإهانة وترسيخ أقدام اليهود أكثر فأكثر. أما نحن فما هو تكليفنا أمام هذا الشيء؟ هذه مآسي،
وأكثر من هذا وأكثر. ما هو تكليفنا أمام هذا الشيء؟ تكليفنا أن نعمل بكل قوانا لإسقاط هذا الحكم، وسقوطه قريب بإذن الله تعالى. وما هو شكل الحكم الذي نريده نحن في العراق؟ شرطان: الأول أن يكون الحكم حكم الله، كل حكم باستثناء حكم الله الله ينقل عنه في القرآن الحكيم، يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، يعني حزب البعث فاسق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، يعني حزب البعث ظالم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن مو نصوص قرآنية. والآن الحكم العراق حكم الله. أحيوا نمرود، هؤلاء يحاربون الله، تماثيل نمرود الذي حارب إبراهيم أحيوه إحياء، جعلوا في البلاد تماثيل نمرود. هذا هل هو حكم الله؟ هذا الإنسان الذي حارب إبراهيم وأراد إحراق إبراهيم وكان يكفر بالله، هذا أحيوه في العراق. يعني نحن على مسير نمرود نحارب أنبياء الله. تماثيل صنعوها في العراق لبعض الشعراء وهم يشربون الخمر علنا لأول مرة في العراق، ما كان هذا الشيء. يعني نحن مع الخمر. فالشرط الأول في حكم العراق أن يكون حكم الله المستفاد من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذا الشرط الأول. وكل حكم ما عداه باطل ومزيف وحرام. الشرط الثاني أن يكون الحاكم باختيار الناس، شورى. أكو فرد سورة في القرآن الحكيم اسمه سورة الشورى، وأمرهم شورى بينهم. الحاكم يجب أن يكون متوفرا فيها العلم والعدالة والإسلام والكفاءة وبعض الشروط الأخر، وينتخبه الناس. هل الناس أغنام؟ يأتي الرجل عبر دبابة وبمساعدة الخرائط الأجنبية إلى الحكم، ثم يقتل وينسف ويهدم وينهب ويذهب، هل هذا حكم؟ الحكم يجب أن يكون باختيار الناس، الانتخابات الحرة. يجب أن يكون العراق حكم. شرطان: الشرط الأول أن يكون القانون قانون الله. الشرط الثاني أن يكون الحاكم باختيار الناس، بشرط أن يكون حاكما متوفرا فيه الشروط الإسلامية، هذا الشرط. وأما عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر وصدام، فهؤلاء كلهم غاصبون فاسقون ظالمون كافرون بنص القرآن، ولا يليق أحدهم لأن يسلم إليه حتى إدارة مدرسة ابتدائية أبدا. جاءوا عبر الدبابة لا أكثر ولا، وفي الظلام وبقتل الناس وبأنهر من الدماء جاءوا إلى الحكم، وبقوا في الحكم بمساعدة الأجنبيين لا أكثر ولا. نحن واجبنا أيها الإخوة الشباب حفظكم الله، وأيها الإخوة الشيوخ حفظكم الله، وأيتها الأخوات الموجودات هناك نسأل الله أن يحفظهن جميعا، نحن تكليفنا أن نعمل الليل النهار لإسقاط هذا الحكم حتى ترجع العراق إلى حكم الله وإلى أهالي العراق، لا إلى عفلقة وبيجن وكارتر ومن أشبه. وهذا ما وعدنا الله وسيكون، وللعراقيين من القوة والتصميم والإيمان ما يتمكنون من ذلك بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، في زمان قبل 60 سنة
كل أهل العراق 3 ملايين، وكل شيء ما عندهم من السلاح إلا الفالة وإلا الخنجر وإلا السيف وإلا العصا وإلا المجوار. مع ذلك قابلوا الإنجليز وهم 1,000,000,000. ذاك اليوم دولة بريطانيا وراءه 1,000,000,000. لكن هؤلاء بقيادة الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه، والذي رأيتم تصويره في مقبرته في كربلاء، هؤلاء 3 ملايين العزل بقيادة عالم ديني وبإيمانهم القوي تمكنوا أن يسقطوا أكبر حكم في ذلك الوقت. والآن نفوس العراق 14,000,000، وهم مزودون بأحدث الأسلحة، هل لا يتمكنون من إسقاط عفلة وصدام ومن أشبه؟ يتمكنون، لكن يحتاج إلى ترسيخ إيماننا، يحتاج إلى التعاون بيننا، يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى الصدق في العمل. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا النصر. يعني أننا كنا صادقون أمام الله، لما كنا صادقين أمام الله الله أنزل علينا النصر. هل الله يكذب؟ حاشا وألف حاشا. الله في القرآن الحكيم يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في آية أخرى يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يوم شيوع، يوم بعث، يوم قوم، يوم ديمقراطي غربي، كل يوم شك. كما رأى رسول الله في المنام، الرسول رأى في المنام أن القردة ينزون على منبره. نفس الأمر الآن في العراق، واحد يأتي يوجه العراق للشيوعيين، واحد يأتي إلى البعثيين، واحد يأتي إلى القوميين، واحد يأتي إلى الديمقراطيين، واحد إلى البريطانيين، واحد إلى الأمريكيين، واحد إلى الإسرائيليين. لماذا؟ لماذا؟ الواجب أن نكون نحن لا شرقية ولا غربية، حكم نابع من الوطن، الوطن الإسلامي نفسه، من نجف، من كربلاء، من كاظمية، من سامراء، من بغداد. الساسة المتدينين، السياسي المتدين، السياسي الذي لا يبيع الوطن، السياسي الذي لا يفتح المخامر والمقامر، السياسي الذي لا يسل الأبرياء. لازم حكم العراق ينبع من هذا الشيء. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.